شاء الله دابا غادي نبداو بالحلوه ديالنا. عندي هنايا كيلو ديال اللوز اللي مطحون مع السكر، مطحون مع سنيده. عندي هنايا واحد الزلافه ديال اكاجو حتى هي طحناها. نحاول نخلي منها هاد شويه، هذا انتما كتشوفوا شنو عندي. هاد الحلوه هادي تبارك الله فيها بزاف ديال هذا، وكتجي حلوه كتجي واعره. عندي هنايا البنات هو ضروري ما نديروه في الحلوه باش كت هو كيحتفظ لينا على هذا، كيحتفظ لينا الحلوه. سمحوا لي انا نخليهم بهذا كلوكوز، ها هو كليكوز كي بزاف كيعرف اش من ماركه واش من هذا. هاد الحلوه هادي كنديو فيها هادشي كلشي، كتجي معلكه ما فيهاش الخميره ما فيها حتى شي حاجه. عندي هنايا البنات لي فخوي ساك، انا غنوريهم لكم. هاد لي فخوي هادو انا طحنتهم ولكن ما طحنتهمش بزاف، راه واخا كيبانوا لكم مطحونين ما مطحونيش بزاف. ضروري غنخدم يدي باش ما نخليش هاد هادشي يبقى يضيع ليا. هنايا البنات عندي هاد الليمون هذا اللي معسل، انا طحنته هو راه مرصويه هكا يا طوال، طحنته على قاش انا اول حلوه هذه دابا اللي غادي ندير، وعندي بزاف ديال ان شاء الله ديال الشكيلات اللي غادي ندير. صافي غنطحن نبقى نسد هكايا ها ونخلي. غادي ندير شويه هانتوما ثمن راس معلقه صغير، معلقه صغيره، معلقه ديال الكليكوز اللي فخوي ساك مطحونين، لكن اللي فخوي ها هما خليتهم باش تشوفوهم. كما قلت لكم انا راني عاد دايره الحلوه الاولى، عندي بزاف ديال الحلاوه اللي غندير. ها هو شتو دي بيتي مورسو، ودرت لهم انا غير واحد الدوره هكايا خفيفه. عندي هنايا جوج ديال الصفر ديال البيض، البيض ديالهم حيتو باش غادي نزوق ان شاء الله. ها هما. عندي هنايا البنات الشريحه غسلتها رقدتها شويه هكايا في الماء حتى تلقى داك المهم تحيد لي هذاك القشره الغليظه ديالها، ولا كانت فيها شي تراب ولا شي حاجه هكا تحيد. حتى غسلتها مزيان مزيان ونشفتها وقطعتها طريفات وانا نطحنها. غادي نهز منها واحد المعلقه، كما قلت لكم انا راني طحنت كلشي باش يبقى ليا الحليوات الاخرى. غادي نخدم معلقه واحده هاد لي زانغغيديان اللي عندي هنايا كلشي غادي نخدم بهم توت فاصول الحلوه ان شاء الله. وعندي هنا البنات هانتوما كي كتشوفوا معلقه كبيره عامره ديال العسل، كيخلي لنا ديك الحلوه فيها واحد اللذه زوينه هذا وتيعلقها. وعندي هنايا الزبده اللي ذوبت هاد الزبده ذوبتها هي فين وجدتها، كنحيد ليها داك الحليب والماء وكلشي وتنخليها مذوبه باش كنبقى غير هكا. كما قلت لكم الشكيلات الاخرى غير نجي ونهز. هنايا دايره فيها ثمن ثلاثة د المعلقات عامرين، هانتوما كتشوفوها غير الزبده بوحدها ما فيها لا حليب لا ما لا حتى شي حاجه. هذا غوبانان ديروه تقدو ديروه بنقص منه، المهم انا شويه بغيتها تجيني معلكه ويكون فيها واحد الكو زوين. دابا البنات غادي نخدم يدي، غادي نخدم هاد الحلوه ديالنا مزيان مزيان، غادي نخلطها كامله حتى تولي كلها معلكه، ما غنزيدها حتى شي حاجه ما غنزيدها لها. صافي غنجمعها وغادي ان شاء الله نرجع معكم باش نكوروها ونديروها ان شاء الله. في دابا كي شفتوا البنات راني كملت رونتها.
كنشد هاد القلبات هادو ولا ليمون، المهم كنشدهم كندهنهم واحد شويه ديال الزبده هكا. يعني دهنتهم كناخذ الزبده مذوبه تندهنهم هكا ياها وتنحط. عندي هنايا البيض ديال البيض، وعندي هنايا اللوز كونكاسي او المهرمش هكايا، كنديرها هكايا في البيض غير من هاد الجهة الفوقانية. كنعمرها هكا، غادي نقرب لكم. كنحطها في هاد المول هذا هكايا، و تنبقى نبرك عليها كنبرك عليها باش كتاخذ ليا هاد لا فورم هادي. غادي نزيد معكم واحده اخرى، ها هي. نحاولوا نديروهم قد قد، الا ما كانش عندنا ميزاننا نديرو الميزان حدانا ونعبروهم باش يجوا قادين هكايا في البيض. نديروها هكايا في اللوز هكا ونحطوها، نورقوا عليها مزيان مزيان باش تاخذ لينا لا فورم ديال هاد القويلبات هادو. فوالا، انا راني ديجا صايبت هادي، ها هي كي كتشوفوا. غادي نحطها فوق هكايا، ها عندي اكاجو غادي نحلوها البنات هكايا في الوسط. انا راه ديجا حليته، حليت باش هكايا قدامكم هكا هكايا. غادي نهز هذاك البيض هكا، وغادي ندهن هاد الحلوه ديالي من الفوق. غادي ندهنها انا، غادي ندهن معكم غير واحد، وغادي نجي هكايا هاك ونبقى نورك مزيان باش هاد الاكاجو يدخل ليا في هذا، يبقى شاد راسو في الحلوه باش ما يتحيدش هكايا. راح نسى كاين شي وحيدات نسيتهم، المهم راك تاخذ شويه الوقت، ولكن ضروري الا بغيتو الحلوه تجيكم مزيانه راه خاصكم تعطيوها الخاطر. ما كانش الخاطر ما درنا حتى شي حاجه. نتوما راه شفتوها كيفاش دايره، غنمشي هكا حتى نكملها. ملي غادي نكملها كلها غادي ندخلها الفران، وملي غادي نجبدها عاد باش غادي ندهنها. البنات دابا البنات خرجنا هاد الحلوه وهي سخونه، درنا واحد المعلقه ديال العسل، معلقه ديال الكليكوز، درناهم شويه هكايا سخناهم وغادي ندهنوا بهم هاد الحلوه ديالنا. ننصحكم البنات الى بغيتو ديروا هكايا الدهن الحلوة، اي حلوه بغيتو دهنوها ديال اللوز ما ديروش غير الكليكوز بوحدو، ديروا العسل. العسل راه ملي كيذوبوا كيتخلطوا كيولي بحال ما دايراش العسل كاع، ما تيبانش. راه هذا العسل اللي درت انا راه ماشي ابيض، ها هو. ندهنوا الحلوه ديالنا مزيان مزيان. انا راه طيبت جوج ديال هادو ديال الطاوات اللي طيبت، وحيت واحد الحلوه كتحمق كتجي معسله، حلوه هماويه لا في المنظر ولا في المذاق ولا في كل شيء. هذا هي لا تحيد لكم غير الصيب، ما حدها هكا، ما حدها سخونه.
المهم غندهنوها مزيان، ما نحيدوهاش من هاد الليمون هادو حتى كتبرد، كتبرد ما كتبقاش كاع لا سخونه ولا دافيه ولا حتى شي حاجه، حتى كتبرد بالمره. عاد باش كنحيدوها، الا حيدتوها وهي مازال سخونه صافي كلها غادي تخسر لكم الحلوه. كي شفتو البنات والله ما عرفت في الاول واش بركت ولا ما بركتش، مع تليفون جديد عاد كنصور بيه. هاد العقدان البنات معلقه ديال الشريحه مطحونه، معلقه صغيره ديال الليمون المعسل حتى هو مطحون، جوج معالق ديال العسل، كليكوز معلقه، درت ثلاثة ديال المعالق عامرين ديال الزبده اللي قلت لكم راني خدمت وحيدت، ودرت فيها معلقه ديال العسل. كنتمنى نكون صورت هاد 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 العقده هادي اللي كنت كنصايبها. كما قلت لكم التليفون راه جديد ما عرفت واش بركت ولا ما بركتش، المهم غادي نعاودها هكايا. والبيضه البنات درت ثلاثة ديال البيضات هرستهم حدايا، وتنبقى نهز غير شويه بشويه. دابا راني هزيت بيضه بقاو جوج، غنشوف الا كنت غادي نحتاج، الا كنت غادي نحتاج البيضه الاخرى غادي نزيدها، ما كنتش غادي نحتاج ما نزيدش. غادي نفرق هاد العقدة ديالي على جوج، إوا العقدة قد ما قديتو تخدموها خدموها، أنا راه مزال غادي نخدمها. غادي ندير فيها باطا بيستاش، هادي مغاديش ندير فيها لاباطا بيستاش، غادي نزيد فيها واحد شوية ديال البيض. تبارك الله معلمك، غنزيد واحد شويه ديال المولين كوبيستاش هذا باش يزيد يدير لنا اللون مزيان. صافي دابا البنات غادي نخدم هاد لاباطا بيستاش وهاد الملون هذا كوبيستاش حتى هو، صافي غادي نخدمهم ونجمع العقده ديالي وغادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوز ان شاء الله للموكا باش غادي نصايب هذيك باش نكمل الحلوه ديالي. هنا درت كليكوز، ها هو كتشوفوا هنايا عندي واحد زلافة ديال السكر، وهنايا عندي زلافة، سمحوا لي، هنايا عندي زلافة ديال الزبدة. غادي نديرهم فوق البوطة ديالي وغادي نبقى نحرك 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 حتى كيذوبوا مزيان وكيبقاو كيتبخوا. انا ما غاديش ندور الكاميرا جهة البوطة. المهم هنايا عندي اللوزة، نتوما كتشوفوا كيفاش هرمشتو هكايا. ها غادي نخلي هاد السكر وهاد الزبده كما قلت لكم حتى يبداو يتبخوا، تحيد منهم الكشكوشه او غادي نرمي عليهم هاد اللوز ديالي. دابا البنات هاد النكهه ديالي هي، سبحان الله ما قدتش انا نشرب الماكله. المهم ها هي كيفاش دايره، سيليكون ها هو البنات،
ديروا قياسنا، ما نعمروش بزاف ولكن ديروا القياس، لقاش مازال غادي ندير واحد الطبقه ديال اللوز اللي غادي يطيب لينا هاد النوكا ديالنا. غادي نشعل الفران، غادي ندخل النوكا، ما نخليهاش طيب بزاف، دير غير نص طيبه باش تعاود الطيبه الاخرى مع منين نكمليها. صافي نكمليها لا فينيسيو ديالها. هادي راني شويه عمرتها. المهم كما قلت لكم ما تعمروهاش بزاف، ولكن هي شنو خاصكم غير تحطوه في هذا، راه من بعد من غادي تسخن راه هي غادي تقاد بوحدها، باش غادي تزيد تذوب عاوتاني في الفران. راه درت فيها واحد القريصه ديال الملح، سمحوا لي البنات ما صورتش، هذه ضروري دير فيها قريصه ديال الملح. نمشيو هكا حتى كنكملو. هذه اللي درت فيها شويه بزاف، غادي نقص شي هكا حتى نكملو. دابا البنات المهم شي مره كيسحب لي واش انا كنصور وما كنصورش، حتى كندير بزاف ديال الحويجات. هذا البنات هو هذا كلشي، المهم كلشي وجدتهم هكايا. ها هذا هو اللي درنا فيه لاباطا بيستاج والكولورون وسي غو بيستاج، وهذا خلاص اللوز اللي بقى هكايا. هذا اللوز اللي بقى هكايا هو البنات اللي درت هنا، ها هو غادي نحيني معكم، غادي نوريكم بعدا نوكا. شفتوها البنات؟ ها هي شتي كي كتجي هكايا. غادي نردها لبلاصتها كيما كنقول لكم، ديروا فيها غير نص طيبه. هنايا درت هذا نسيتو، سمحوا لي تنورك عليه مزيان مزيان، كنعطيه لا فورم على حقاش هذا راه لوز ما غيدوب ما حتى شي حاجه، خاص يكون مقاد مزيان. هذا ديال البيستاج راه ساهل، هذا اللي كنديروا فيه باطا بيستاج وكنزوقوه في البيستاج راه ساهل في الخدمه. هذا اللوز هذا ها المهم، هذا اللي مخدوم اللوز في اللوز هذاك الصعيب. ديري بحال الا تمام مثلا غتخدمي 5 كيلو ديال 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 الكعبه، عرفتي راه الصعيب صعيب، راه ما عمرت هادي حتى خرجات مني. صافي هذا كملناه، غادي نرجع نفيني معكم هادي، ندير معكم غير وحده على قاش هو كيشد الوقت بزاف. كان ندهنوها دائما بالبيض ديال البيض هكايا ها، وكناخذوا اللوز بيفيلي. ملي تشريو اللوز ما حاولوا تشريوه ما يكونش مهرس هكايا ها، وكنجيو في هذه القنيات هنا وكندخلوها هكا هكايا. قلت لكم هذه راه كتاخذ الوقت بزاف بزاف. والله العظيم انا المقلوبه وحق لا راه عرفتي شنو راه قلباتني هاد الحلوه هادي. مشيت كندخل هادي ديال لابيستاج وانا خليت غير وحده باش خاص تكون عندك الخاطر وتعطيها الوقت، ما تقوليش هاد غير غادي نصايب هاد الحلوه، لا راه خاصها الوقت 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 البنات. وهاد اللوز هذا تعياي ما تشري هذاك البون كاليتي وتتقلبيه تقولي ما مهرش وانت غير كتقيسيه بيدك وكيتهرس لك في يدك تيل مالي تري 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 فا. كتمشيو هكا يا صف صف حتى كتكملوا واحد الصف هكا وعاوتاني تمشي بالصف الاخر، انتيا غاديه هكا. ملي كتكملوا انا الفران راه كنطيب النوكا صافي كنطفيه، لحقاش راه باش تعمري هذه راه خاص بزاف ديال الوقت.
ملي كنكملو صافي كنسخن عاود الفران وندخلهم غير واحد شويه وتنخرجهم. اللوز راه ما فيه ما يطيب. المهم تيبدا هاد اللوز هذا الفوقاني شويه كيتحمر باش النوكال تحت ما تحرقش. كنخرجهم وهما سخان كندهنهم كنخلط معلقه ديال العسل ومعلقه ديال انا باج كندوبهم وكنبقى ندهن بهم غير باش كيعطوا اللون ماشي نعمرهم بداك العسل غير يعطيوني اللون بغيهم. كنقاربهم مزيان البنات. دابا راه شويه الكاميرا كديرونجيني سينو هادوك راه خدمتهم قاربت وحده حده وحده. شتو وكنحطهم انا في اللاطه ديال الفران ما كنحطهمش هكا ديريكت في الفران. غادي نجي هنايا انا غنصور معكم غير واحد الصف باسكو غادي التصوير غادي يجيكم لا فيديو طويله بزاف. هكا هذا كيجي ساهل هذا دغيا دغيا. غادو فيه حتى هو لابيستاج منخليوش بلايص هكايا معلمين. المهم غادي نوريكم الطريقة ومن بعد غادي نكمل أنا لافينيسيو ديالي غير بشوية عليا. دو كاع توركو بصبعكم ماشي مشكل. ما قد ما البيستاج دخل وشد بلاصتو مزيان راه مزيان باش مي ميبقاش يتحيد لينا هذا. انا غنمشي هكا البنات.